السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ إن شاء الله النهاردة هنشرح أول لوحة بتتطلب منك في المشروع اللي هي لوحة اللي أوت، ونشوف مع بعض إيه اللي بيتطلب فيها بالظبط وإزاي نقدر نعمله. أنا عملت كده مشروع سريع، إحنا ممكن نبدأ نشتغل فيه. أنا عندي قطعة أرض بالمنظر ده كده، عايزين نعمل لها تغطية، وهو بيقول لي إن عندي المنطقة اللي في اليمين دي كلها عبارة عن بورتال فريم، وفي كرين الكباست بتاعته 5 طن، والمنطقة اللي على الشمال دي عبارة عن تراس، والتراس ده جواه ميزانين، العرض بتاعه 6 متر، وبيقول لي إن الارتفاع بتاعه 4 متر، وعايز المينيموم كلير هايت بتاع المصنع يبقى 8 متر. تقريبا كده هنبقى خدنا كل حاجة في المشروع، مش شرط كل ده يجيلك في مشروع واحد، بس احنا عشان نبقى لمينا كل العناصر اللي ممكن تقابلها في المشروع بتاعك كده، يبقى عندنا كرين وعندنا ميزانين وعندنا تراس وعندنا بورتال فريم. اول حاجة اعملها عندي في اللاي اوت ان انا ابدأ ارسم حدود الارض بتاعتي. فانا هاجي الارض بتاعتي ايه 56 متر في 64 متر، هقول له هنا لاين 56 متر في 62 متر، وبعد كده الجزء ده 26 متر، وبعد كده هنا 34 متر، وبعد كده 30 متر. كده انا رسمت ابعاد الارض بتاعتي. لو انت بتيجي ترسم ومش باين لك الخطوط الخضراء دي عشان تعمل فوق او تحت انك تمشي خط مستقيم، دي ممكن تعملها ان انت تدوس F10 في الكيبورد. لو دوست F10 هتلاقيها راحت، لو دوست F10 كمان مرة هلاقيها رجعت. طيب انا كده رسمت حدود الارض بتاعتي. اول حاجة عايز ارسمها، عايز ارسم السيستم. الاول الخط ده عايز اكمله كده، عشان هو قال لي هنا لو بصيت كده هو رسم كده وقال لي ان الكولومز لاود على السوليد لاين، وقال لي ان السيستم هنا في عمود في النص، فانا هحط عمدان على الخط ده ما عنديش فيه اي مشكلة. فهاجي هنا عايز ابدا احط السيستم بتاعي. اول حاجة هبدا اعملها للسيستم ان انا ارسم المين سيستم نفسه، وده عبارة عن عمود يمين وعمود شمال وبينهم الرافتر. طيب العمود انا مش هقعد ارسمه، انا عندي هنا قطاعات جاهزة، هبقى احط لكم الفايل ده في الديسكريبشن، ممكن تبقى تستخدمه براحتك. هاجي هنا مثلا اخد IBE 500 واعمل لها كنترول سي، واروح في الفايل بتاعي واعمل لها كنترول في. لو تلاحظوا احنا كل حاجة هنا بنرسمها بالملي، واجي على دي اعمل لها روتيت 90 درجة، واخد العمود ده اقول له موف، واول لما هقف عليه كده الاقيه جاب لي نقطة بيضة في النص، دي بتعبر لي على السنتر لاين بتاع القطاع، فهدوس عليها وبعد كده اخده واحطه هنا يبقى على الحرف هنا، وبعد كده اخد منه كوبي اوديه الناحية التانية. يبقى انا كده رسمت عمودين بتوع المين سيستم. فاضل ايه؟ فاضل الرافتر. اقوم جاي عامل لاين واوصل بين الفلانج دي وهنا، واوصل هنا كمان كده. يبقى انا رسمت المين سيستم بتاعي عبارة عن عمودين وكاميرا. طبعا الأبعاد دي كلها حاجات مبدئية خالص، احنا يا دوب لسه بنرسم لاي اوت. تاني حاجة هعملها ان انا ابدأ اقرر اللاي اوت هنا على كامل الطول ده. طب الطول ده كان عندي قد ايه؟ الطول ده كان 62 متر، واحنا عارفين ان المسافات بين المين سيستم دايما بتبقى من 5 لـ 8. طب اقسم 62 على 5 هلاقيها طلعت لي 12.4. طب لو قسمتها على 8 تطلع لي 7. طيب انا كده عندي يا اما اعمل 7 سيستم يا اما اعمل 12 سيستم. انا ممكن اختار حاجة في النص واختار 10 سيستم، فلاقي عندي المسافة اللي عندي 6200، فاقوم جاي عامل سيلكت للمين سيستم بتاعي واقول له اري. اجي هنا اقول له الكولومز اللي بالعرض دول انا عايز كولوم واحد بس، واللي بالطول دول انا عايز 10 سيستم، والمسافات بينهم 6200، خليهم 11. بص كده رسم لي المين سيستم عادي، بس لو بصيت كده هتلاقي النقطة اللي هنا تمام مفيش عندها مين سيستم. طب انا هاجي هنا احط تراس، طب والعمود اللي هنا اعمل فيه ايه؟ مش هينفع. يبقى انا هعمل ايه؟ ارجع تاني خطوة، ارجع خطوة
يبقى كده انا مش هينفع اقسم التقسيمه اللي انا عملتها، اخد ده كوبي من النقطه دي واروح احط له هنا سيستم، واحط في الاخر هنا سيستم، ويبقى كده المسافات اللي انا عايز اقسمها. انا بس نغير لون السنتر لاين دول، ممكن نغير لونهم نخليهم اللون ده عشان يبقى ايه خفيف. لو القايمة دي مش ظاهرة عندك كده ممكن تظهرها ازاي، اكتب MO، جيب لك MO Properties، هتدوس عليها هيفتح لك القايمة دي صغيرة كده، فانت شدها من هنا كده، وبعد كده روح حطها في الجنب كده. انا بحب دايما اشتغل بيه هنا مش شرط يعني. طيب بقى عندي مسافة هنا ومسافة هنا، هبدأ أقسم المسافة دي لوحدها وأقسم المسافة دي لوحدها، ومش شرط إن الاتنين يكونوا بيساووا بعض أصلا. فأجي أشوف المسافة اللي هي من هنا لحد تحت دي بتساوي قد إيه، هلاقيها بتساوي 34 متر، والمسافة اللي من هنا لحد فوق بكام، هلاقيها 28 متر. فيبقى عندي منطقتين انا عايز اقسم كل واحده منهم لوحدها، ومش لازم السبيسنج بتاعهم يبقى بيساوي بعض. اول حته هي ال 34 متر الجزء ده، وال 28 متر هو الجزء اللي فوق. طيب ال 34 متر دي لما اجي اقسمها، عندك اقسم على من خمسه المسافات بين المين سيستم يعني من 5 ل 8، فانت عندك رينج تتحرك فيه. حاول تجرب كده مع نفسك، هتلاقي نفسك ان افضل حاجه تقسم عليها المنطقه ال 34 متر دول هم انك تقسمهم 5 مسافات، المسافه الواحده 6800. لو قسمت اي تقسيمه تانية الموضوع مش هيبقى غلط. فهعمل كده سيلكت على الفريم، واجي هنا اقول له عايز اعمل له الري والعمود بواحد، ودول 4 5 سيستم المسافه بينهم 6800. كده قسم له المنطقه دي عباره عن 5 مسافات، المسافه بين كل فريم والتاني 6800. هاجي هنا على 28 برضه، احاول اقسمها من 5 ل 8 بس تبقى قريبه برضه من 6800. فانا لقيت ان افضل حاجه اعرف اقسم عليها هي 7 متر، اقسم 4 مسافات 7 متر، 4 في 7 ب 28. فاجي على الفريم ده واقول له array، وعايز الكولوم واحد والرو تبقى بخمسة بأربعة، وعايز 4 فريمات والمسافة بين الفريمات 7 متر. كده يبقى أنا قسمت خلاص المنطقة دي. طب هاجي بعد كده على المنطقة بتاعة التراس ده، أرسم المين سيستم إزاي؟ برضه هيبقى عمود، والعمود ده أحطه في الكورنر هنا، وبعد كده أوصل من العمود عشان أبين المين سيستم. طيب لما اجي بقى اقسم المنطقه دي، ينفع امشي بالتراس على مسافات مختلفه عن الفريم؟ لا، ده هو الفريم والتراس الاتنين مشتركين في عمود واحد، ده معناه ان تقسيمه التراس هتمشي مع تقسيمه الفريم. فاجي هنا اختار التراس بتاعي وامشيه مع الفريم. فاخد من هنا كوبي من العمود ده، ومع كل عمود فريم هعمل ترس. نمسح دول كده. انا كده خلاص اول حاجة عملتها ان انا حطيت المين سيستم بتاعي. بقى عندي هنا فريم بيتكرر كل 6 متر 80، وعندي هنا فريم وترس بيتكرروا كل 7 متر. تاني حاجة هبدأ أرسمها عندي في البلان هي البرلين. أنا عندي المسافة اللي هنا كده، تعال نشوفها مع بعض، من هنا لحد هنا 30، وهنا 26. أول حاجة عشان أقسم البرلين هاجي هنا في نص المين سيستم وأرسم برلين، وأجي هنا في نص السيستم وأرسم برلين. لو مش باين لك المثلث، لو خدت بالك في مثلث بيظهر وبيكتب لي تحت ميد بوينت، لو مش بيظهر لك فانت ممكن تيجي هنا عند النقطة بتاعت السناب دي وتدوس على السهم اللي جنبها، بعد كده اوبجكت سناب سيتنج، وبعد كده اعمل سيلكت اول عشان يعمل لك سناب على كل الاوبجكت اللي موجودة. ف
فانا هاجي اعمل لاين تاني واختار من النص ده لحد النص ده، وبعد كده ابدا اقسم يمين وابدا اقسم شمال. طب النص اللي هنا قد ايه؟ 13 متر. 13 متر نحاول نقسمها، عارفين ان البرلين بتتكرر من متر ونص ل 2 متر، الاقي ان افضل مسافة ممكن اقسم عليها ان انا اقسم ال 13 متر دول 8 مسافات، كل مسافة متر 625. فاجي هنا ادوس هنا كوبي واقول له متر 625، والناحية التانية نفس الكلام كوبي متر 625. طب ليه انا ما عملتش اري من اول واحدة؟ لان اول واحدة دي انا هاجي اصلا اعمل لها كوبي واوديها يمين كده 20 سنتي، واوديها شمال 20 سنتي اللي هي 200 مليون، وامسح اللي في النص ده. ليه؟ عشان احنا عارفين ان في نص الفريم دايما، في نص الفريم دايما بيبقى فيه 2 برلين عشان الكسرة بتاعة الفريم. بعد كده اجي اخد دي واعمل لها array، عايز اعمل 7 والمسافات بينهم 1 6 2 5، يخليهم 8. كده ايه؟ اترسمت عندي البرلين لحد اخر واحد. هاجي هنا اعمل نفس الكلام بالظبط، يخليهم 8. تمام كده عملت ايه؟ كده انا قسمت البرلين يمين وقسمت البرلين شمال. اجي هنا نفس الكلام، عندي 30 متر نحاول نقسمهم من متر ونص ل 2 متر، فيبقى ناخد المسافة ال15 دي، هتلاقي ان تقريبا احسن حاجة متر 875. بالمناسبة مش شرط الرقم اللي بين البرلين ده يطلع لك متر ونص او 2 متر، او لا هو عادي ممكن يطلع اي كسر، المهم المسافات تبقى هي المتساوية. يعني ما ينفعش اعملها كلها متر ونص واجي اسيب اخر برلين دي احط فيها كسر، لازم المسافات كلها تبقى متساوية وتفر قيمة المسافة نفسها قد ايه. كده انا عملت ايه؟ كده انا خلاص قسمت السيستم بتاعي وحطيت البرلين. تالت خطوة بنعملها في البلان ان احنا نبدأ نحط الهوريزونتال بريسنج. طيب اول باكية هحط فيها الهوريزونتال بريسنج هي الباكية اللي تحت دي. نحط بقى الهوريزونتال بريسنج ازاي؟ دايما كده هتلاقي ان المسافة دي تقريبا 1.5 لـ 2، والمسافة دي من 5 لـ 8، فانت عشان تظبط الزاوية بتاعتك تبقى من 30 لـ 60 محتاج تاخد 2 برلين كده، يعني محتاج اخد الاكس كده، او محتاج اخدها كده، او محتاج اخدها كده. يعني يا اما اخد 2 برلين، يا اما اخد 3، يا اما اخد 4، على حسب اللي يظبط الزاوية معايا. لو لاحظت لو انا عملت الاكس كده على 2 برلين، هلاقي ان في النقطة في النص اقدر اربط بيها البريسنج بتاعي. طيب لو جيت اعمل 3، لو جيت اعمل 3 هلاقي ان انا ما عنديش نقطة في النص اربط فيها. بص كده النقطة اللي في النص ما بقاش في نقطة اعرف اربط فيها، فدي بتبقى من عيوب ان انا اختار 3. طب في ناس بتقول ان انا هختار 4، 4 انا ينفع اربط هنا وينفع اربط هنا، فربطت البرلين. اي نعم طولها، اي نعم طولها بقى كبير شوية، بس انا اقدر اربطها بالبرلين الواحدة في 3 نقط، فكده يطلع لي قطاع صغير. بس دي في التنفيذ بتبقى صعبة شوية، صعب ان انا اجيب البرلين بالطول ده كله وبعد كده تبقى مظبوطة ان انا اربطها هنا واربطها هنا واربطها هنا واربطها في ال5 اماكن دول وهم على اللاين واحد وتطلع مظبوطة بالظبط. فغالبا اللي انا هعمله هنا او اللي انا بعمله يعني في معظم الشغل ان انا بمشي 2 واجي ارسم هنا كمان. طب انا عايز ارسم دي هنا في النص بس مش عارف ارسمها، نعملها ازاي؟ ممكن تعملها ان انت تدوس كنترول وتدوس كليك يمين، هيجيب لك القايمة دي، اختار ميد بتوين تو بوينت، فانا اختار النقطة اللي فوق والنقطة اللي تحت، هو يحط النقطة في النص على طول. كده انا رسمت البريسنج بتاعي، هبدأ اعمل له كوبي واكرره كل باكيتين. اجي هنا الاقي دي اتحركت، مش مشكلة، هي اصلا البريسنج هيبقى مربوط مع الرافتر مش مربوط مع البرل.
طيب كده خلصت اول باكية من البريسنج. لو انا عندي هنا هيجي اتنين واتنين واخر واحدة مش هتظبط اتنين واتنين، هتبقى مثلا الباكية دي مش موجودة، فهيبقى محتاج اعمل تلاتة فاعملهم تلاتة، مش مشكلة، مش لازم كله يمشي اتنين، ممكن تمشي اتنين اتنين تلاتة او تلاتة تلاتة اربعة، يعني دي براحتك انت. المهم النقطة اللي هنا ما ينفعش الاقيك عامل بريسنج جاي كده، ليه؟ لان دي اصلا كسرة، يعني الفريم عندي عامل كده، فانا ما ينفعش اجي اعمل زاويه هنا وهنا، هتبقى معموله ازاي يعني؟ ما ينفعش اعمل بريسنج في المنطقه دي، فما ينفعش اوصل بالبريسنج بتاعي بين المنطقه اليمين دي والمنطقه الشمال، دايما المنطقه اليمين لوحدها والمنطقه الشمال لوحدها. طيب بعد كده واخد البريسنج ده كله واعمل له ميرور، واجي عند النص هنا واقول له اعمل لي ميرور على النص. بص كده خلاص انا كده رسمت البريسنج في الباكيه دي. طيب مش المفروض اول المصنع فيه بريسنج برضو؟ فاقوم واخد ده كله كده كوبي، واقول له كوبي، واخد من النقطه اللي هنا واوديه على اول باكيه في المصنع. تمام. طيب عايز اعمل بريسنج بقى للمنطقه دي، فاجي هنا برضو احاول امشيها كل باكيتين، هاجي هنا كده اوصل في النقطة دي واوصل في النقطة دي، وبعد كده اخد البريسنج ده كوبي، وبعد كده اجي اعمل له كوبي كل باكيتين. برضو لو ما ظبطتش معايا ينفع امشي اتنين اتنين تلاتة، مش مشكلة. بعد كده اخد البريسنج بتاعي ده كوبي، اعمل له ميرور، واجي هنا في نص الفريم، يبقى انا كده عملت له ميرور الناحية التانية. بعد كده ناخد الكلام ده كوبي واحطه تحت في اخر باكية. تمام كده انا خلصت البريسنج في الهوريزونتال بريسنج. لا لسه، انا هنا عارف ان المسافات بين البريسنج ما ينفعش تزيد عن 30 متر، فانا لو بصيت كده لو جيت خدت المسافة بين البريسنج ده وده، فلاقي المسافة كده بين هنا وهنا 14 متر، خلاص انا مش محتاج احط بريسنج هنا. بس تعالى ناخد الناحية التانية كده، لو خدت المسافة من البريسنج اللي فوق ده لحد اللي تحت، الاقي المسافة دي 48 متر، وانا عارف ان هي ما ينفعش تزيد عن 30. طيب احط بريسنج فين؟ انا ممكن احطه في اي باكيه في النص، بس انا اصلا عندي باكيه هنا فيها بريسنج اللي هي في وش المصنع اللي هنا، فممكن اكملها هي تبقى كمان بريسنج هنا. فاجي اخد كوبل البريسنج، الاقي البريسنج هنا مش مظبوط في السنتر لاين عشان المسافه اللي تحت كانت اصغر من اللي فوق، واحنا خدنا لها كوبي على طول. فانا ممكن اجي هنا اختار كل النقط اللي تحت دي واعمل لها ستريتش وانزلها من فوق لحد السنتر لاين بتاع الفريم، يبقى كده اتظبطت معايا. هاخدها بقى كوبي من النقطة اللي فوق اللي هنا، وبعد كده انزل بيها للباكية اللي تحت، يبقى انا كده رسمت البريسنج. طب تعالى بقى كده نبص المسافات بين البريسنج، هتلاقي المسافة اللي فوق دي 14 متر زي اللي فوق، المسافة اللي تحت دي بقت 27 متر، يعني أقل من 30 متر، فكده يبقى إيه؟ تمام. طب خلصت كده البلان؟ لأ لسه فاضل شوية حاجات كمان. إيه هي؟ أول حاجة الـ Vertical Bracing، أنا كده مش حاطط أماكن الـ Vertical Bracing فين، احنا عارفين إن مع كل Horizontal Bracing لازم يبقى في آخره في Vertical Bracing، فأجي هنا أعمل هنا خط كده، الخط ده يبين إن ده مكان الـ Vertical Bracing. وبعد كده ممكن هاجي هنا اغير لونه واغير التايب بتاعه. طب غير التايب بتاعه ازاي؟ هاجي هنا في الهوم في اللاير واختار اللاين تايب دي واعمل لود، وعايز الداشت داشت 0.5x، اعمل له اوكي، وخلينا نحط بالمرة السنتر لاين
طيب كده عملت لهم لود، ادوس اوكي خلاص. اجي هنا اقول له عايز ده يكون داش، ايه ده ما اتغيرش. اجي هنا عند اللاين تايب سكيل واخليها 500 مثلا، 1000، كبر كمان شوية بس كده بقى مظبوط شوية. في ناس بتحب ترسم كل حاجة في لير، انا دايما برسم كل المشروع بتاعي في لير واحدة، براحتك يعني. فاجي هنا اعمل كوبي لده وانزله تحت هنا، وبعد كده اخد الخطين دول واعمل لهم كوبي اوديهم الناحية التانية كده، وبعد كده عندي vertical placing تحت وعندي الناحية التانية برضو. طيب كده خلاص انا رسمت ال vertical placing. طب النقط دي بقى في vertical placing هنا ولا لا؟ احنا هنا عندنا صف عمدان، طب ليه ما احطش هنا vertical placing؟ هتقولي عشان هو نص المصنع. خلاص هنبقى نعمله بورتال فريم، وبالمرة نبقى احنا جربنا ازاي نعمل البورتال فريم في نص المصنع. طالما عندي صف اعمدة يبقى استغله واعمل بريسنج، بلس كمان ان انا عندي البريسنج ده المسافة بتاعته 26 و30، يعني 56. وانا متفق معاكم قبل كده في الفيديو اللي فات ان الفيرتيكال بريسنج ده هو السبورت بتاع الهورزونتال بريسنج. فتخيل كده لو الهورزونتال بريسنج ده كاميرا، فبقى اللزبان بتاعها 56 متر على 2 فيرتيكال بريسنج، فهيبقى كبير جدا. فانا بدال كده قمت حاطط سبورت في النص، اللي هو حطيت فيرتيكال بريسنج في النص، فقسم لي الهورزونتال بريسنج لاتنين. بعد كده خلصت كده بريسنج، فاضل لي نوع بريسنج اخير، وده قلنا ان احنا بنحطه في التراس، وهو اللونجيتودينال بريسنج. طيب اللونجيتودينال بريسنج كنا بنحطه ليه؟ عشان بنعمل اعمده الاند جيبل. فيبقى الاول نحط اعمده الاند جيبل، خلينا ناخد عمود من دول كده، وبعد كده اعمل له روتيت عشان اقدر احطه في الاتجاه التاني. قلنا ان احنا لما نيجي نحط اعمده الاند جيبل لازم نحطها في تلاقي هوريزونتال بريسنج، وفي نفس الوقت المسافات بين اعمده الاند جيبل من 4 ل 8. فانا هاجي هنا اخد الاند جيبل ده، مش هاجي احطه هنا بقى، المسافه دي هتبقى صغيره قوي، فاسيب واحده واحطه في اللي بعديها، اسيب باكيه اللي هي دي واحطه في اللي بعديها، نسيب باكيه واحطه في اللي بعديه. تعالى كده نشوف كده المسافات بقت قد ايه بين الاند جيبل، الاقي المسافه بقت 6 متر ونص، كويسه. اجي هنا برضو اعمل نفس الكلام، اخد العمود ده وبعد كده اسيب هنا باكيه واحط في اللي بعديها، ويبقى المسافات هنا بين الأعمدة 7 متر ونص. يبقى كده تمام، خلصت أنا كده الإند جيبل. فين تاني أماكن أعمدة إند جيبل؟ عندي هنا في تحت خالص يبقى في إند جيبل تحت، فهاخد دول كوبي من النقطة دي أحطهم تحت في النقطة اللي تحت هنا، فيبقى أنا كده حطيت أعمدة الإند جيبل هنا. وأجي على أعمدة الإند جيبل بتاعة التراس وأخدها كوبي من العمود اللي هنا وانزلها تحت على الفريم اللي تحت، فيبقى انا كده رسمت اعمدة الاند جيبل هنا ورسمتها هنا ورسمتها هنا. طب كان فاضل بقى ايه؟ قلنا في البريسنج اللونجيتودينال بريسنج، وقلنا بنحطه مع مكان الاند جيبل، فهاجي هنا اخد دي كوبي واحط مع عمود الاند جيبل هنا ومع عمود الاند جيبل هنا ومع عمود الاند جيبل هنا، فيبقى انا كده رسمت اماكن اللونجيتودينال بريسنج. تمام، طيب كده خلصت، كده يعتبر خلصنا بلان. بس قبل ما نبدا بقى نخش في سيكشن تاني، اخر حاجه تعملها اللي انت تبدا بقى تحط الاكسات بتاعتك، عشان هي دي اللي هتكمل عليها باقي اللوحه بتاعتك. طب احط الاكسات ازاي؟ هاجي اخد لاين كده من نقطة هنا لحد بره هنا، واللاين ده اديله لون رقم 8، اوسطانه كده خلاص، يبقى هو ده اللاين اللي هشتغل عليه. ممكن تعمله سنتر لاين، هاجي هنا اختاره سنتر لاين واديله برضو 2000،
يبقى كده رسمت السنتر لاين بتاعي. بعد كده اخد اللاين ده كوبي واحطه على الفريمات بتاعتي كلها. تمام، فين اماكن تاني سنتر لاين؟ السنتر لاين الرأسية بقى نبدأ نحط السنتر لاين الرأسية. فاخد ده اعمل له كوبي وبعدين اعمل له روتيت، خليته رأسي. اجي هنا احطه، اجي هنا بعدين اخده موف كده واحطه هنا مع الاتجاه الرأسي، واخد من هنا. عايز اعمل اطوله شوية فاختار النقطة دي وادوس اس ستريتش وامده لتحت كده شوية، وبعد كده ابدأ اعمل له كوبي. طب اعمل له كوبي بقى كل بيرلين ولا كل سيستم ولا ايه؟ بنعمل له كوبي كل اند جيبل، فاخد النقطة دي كده ومع كل اند جيبل احط اكس. تمام كده. عايز بقى ابدا اسمي كل اكس، فهاجي اعمل هنا سيركل مثلا بالحجم ده كويس كده، وبعد كده اختار تكست سنجل لاين. عايز الارتفاع بتاعه يبقى قد كده مثلا، والروتيشن زيرو، ندوس سبيس ونكتب مثلا واحد. وعايز لونه مثلا نغير لونه شوية، نخلي لونه نفس الدايمنشن ونخلي لون الدايرة مثلا أزرق، وأعمل له موف. طيب دايما بنحتار نحط الأرقام فين والحروف فين، دايما خلي الحروف مع المين سيستم والأرقام هي اللي مع تكرار المين سيستم. ليه؟ لأن أنت ممكن تكرر المين سيستم 100 مرة، لكن اعمد في الاتجاه بتاع المين سيستم بيبقى يدوب هو اعمدة المين سيستم واعمدة الاند جيبل بس، فسهل ان انت تعملها حروف. فاجي ده هاخده كوبي واقول له عايز اعمله طبعا حروف، هاجي هنا اقول له الهايت بتاعه مثلا خليه 600 بس، خليه 600، واخد ده كله كوبي احطه هنا في النقطة اللي فوق دي واسمي الاكس ده ايه. بعد كده اخد ده كوبي وابدأ اغير الحروف بتاعتي. اكي هنا اختار ده ادوس عليه دبل كليك واكتب بي، واكتب بي، بعد كده هنا سي دي اي اف، كده يبقى خلصت تسمية فوق. اخدها كده كلها كوبي من النقطة اللي فوق دي وانزلهم تحت، واجي اعمل نفس الكلام في الاتجاه الرأسي، اخد كوبي من ده وبعد كده ابدأ اغير الارقام. وبعد كده اجي اخدها كوبي من النقطة دي واوديها الناحية التانية. كده يعتبر خلصنا البلان. ممكن تيجي هنا تعمل ايه؟ تختار الاكسات دي كلها كده من النقطة دي وتقول له ستريتش وتوديها هنا في الآخر،
وتاخد الأجساد دي من تحت وتقول له ستريتش وتطلعها فوق. يبقى كده انا خلصت البلان بتاعي، فاضل احط عليه دايمنشن. خلي الدايمنشن احطها في الاخر للرسمه كلها يعني. طب ليه بقى حطيت اجسات؟ عشان انت هتبدا بقى ترسم دلوقتي الاجسات المختلفه. اول حاجه في المين سيستم بتاعي هرسم عندي اكس واحد، فهو كان جايب لي في السؤال ان المين سيستم بتاعي عباره عن تراس وجنبيه بورتال فريم، فانا هبدا ارسم في تراس وبعد كده هرسم البورتال فريم. هاجي هنا ادي الفريم اللي انا عايز ارسم له الاليفيجن بتاعه، هاخده كوبي كده اطلعه فوق وامسح اعمده الاند جيبل، فيفضل عندي 3 اعمده للمين سيستم عايز ارسم الاليفيجن بتاعهم. فانا لما اجي ابص على العمود من تحت من هنا هشوف ال4 خطوط دول، فاجي هنا ارسم ادي اول خط وبعد كده اعمل له كوبي كده. كده رسمت أول عمود، تاني عمود نفس الكلام، كده خلاص رسمت ال3 أعمدة اللي عندي ما عنديش فيهم مشكلة. تمام، هنيجي بقى نبدأ الأول نرسم في التراس. ادي الأرض اهي، نرسم في التراس. في معلومة كان قال لي إن الكلير هايت بتاعي لازم يبقى 8 متر، فهاجي هنا آخد اللاين ده وأقول له أوفست 8 متر، ويبقى هو ده إيه اللي ما ينفعش أنزل تحت. يعني هبدأ التراس بتاعي من هنا. هنبدأ نرسم التراس. قلنا إن عندنا التراس بيبقى شكله عامل كده، وقلنا إن الارتفاع اللي في النص ده اسمه اتش كابيتال، والارتفاع اللي على الحرف اسمه اتش سمول، والاتش كابيتال دي من 12 لـ16. فهاجي هنا في النص، اجي في نص التراس واقول له عايز اطلع اتش. طب الاتش كابيتال دي قيمتها قد ايه؟ كان عندي الاسبان بتاعي كان 30 متر، لو قسمت 30 على 12 يطلع 2.5، لو قسمت على 16 يطلع 1.80 متر. فاجي هنا اقول له 2.5 متر، وبعد كده عايز انزل هنا بميل. طب انزل بميل ازاي؟ اول حاجة ممكن تحسبها او ممكن تعملها من على الرسم. لو عايز تعملها بالرسم فانت عايز تعمل مثلا ميل 1 لـ20، معناه ان كل 20 افقي بتنزل 1 رأسي. فاجي هنا اعمل 20 واحط 1000 وانزل 1000، يبقى هو ده الميل اللي انا هرسم بيه، هو الخط ده هو الميل اللي انا عايزه. اخد الميل ده كوبي واحطه هنا كده، يبقى ايه خلاص اخد الخط ده اعمل له كده تريم، يبقى هو ده الخط بتاعي. طيب نيجي نقيس هنا المسافة من هنا لهنا قد ايه. احنا عارفين ان اتش سمول دي ما ينفعش تقل عن 1.25 متر، انا عندي 1.70 متر، فخلاص كده تمام. هاجي اعمل ميرور للخط ده كده، وبعد كده اعمل ايه؟ اجي اخد خطوط للبرلين من تحت، اخد خط كده مبدئيا خلاص ده بقى الاخر عندي. فاجي اوصل النقطة دي كده واقطع العمود من فوق مش عايزه، واخد النقطة دي كوبي على باقي العمدان. وخلاص الميل مش عايزه. اجي بعد كده اعمل ايه؟ اخد النقطة دي كده مع كل برلين، عشان عند كل برلين انا هعمل فيرتيكال. خلاص كده دي تعتبر خلاص كده دي تعتبر كده الفيرتيكال بتاعي. هعمل ايه؟ هاخد الابر كورد كده واخد اللور كورد واعمل تريم، واعمل ترم للنقط اللي فوق كلها، واعمل ترم للنقط اللي تحت كلها. كده خلاص انا رسمت التراس. هاجي هنا اعمل ترم ده كمان، يبقى انا كده خلصت التراس بتاعي. فاضل بعد كده ارسم الدياجونالز. هاجي هنا وقلنا ان احنا دايما بنعمل الدياجونال يكون موازي او يكون مماس يعني لشكل الدايجرام بتاع المومنت. فانا اعمله ان تراس بما ان الاسبان 30
وهعكس الدياجونال للناحية التانية عشان يبقى مماس للمومنت في الناحية التانية. يبقى أنا كده رسمت أدي التراس، وأدي لو شفنا المسافة من اللور كورد اللي هي الكلير هايت هنا هلاقيه 8 متر، مفيش مشكلة. تاني حاجة عايز أرسمها البورتال فريم، فهاجي هنا كده ادي الكاميرا بتاعتي، بس هي مش هتبقى افقية، هتبقى ميلة. طب تميل بقى قد ايه؟ برضه هنعمل نفس الميل، فانا عايز ميل 1:20. هاخد نفس الميل ده كده كوبي من النقطة دي واحطه عند العمود هنا، يبقى ده الميل بتاعي. اقطعه مع الخط اللي في النص وبعد كده اعمل له ميرور، يبقى كده ده الرافتر بتاعي بالميل بتاعه. طب الرافتر بيبقى كده؟ لا، ده بيبقى عبارة عن دبل لاين زي العمود كده، فاخد ده كوبي وانزل بيه. هنقول مثلا الرافتر تطلع IPE 500 هي كمان، وفي النص هنا اعمل لها خط كده، واجي هنا في الاخر بنعمل دايما هونش. الهونش غالبا بيبقى زبان على 10، انا عندي الزبان هنا 26 متر، فيبقى 2 متر 60. فاجي هنا اخد اللاين ده اقول له 2 متر 60، ويبقى ده بداية الهونش بتاعي. انزل بيه قد ايه؟ انزل بيه نفس القيمة اللي هي 500، واوصل النقطتين دول ببعض، يبقى انا كده ايه رسمت الهونش بتاعي. هاخد ده اعمل له كوبي الناحية، ميرور الناحية التانية، يبقى كده خلصت البورتال فريم. بعد كده عايز ارسم الكرين وعايز ارسم الميزانين. بالنسبة للميزانين هو قال لي هنا الميزانين ده العرض بتاعه كان 6 متر، هاخد اوبسيت من العمود ده او كوبي 6 متر، ويبقى ده العمود. وقال لي الارتفاع 4 متر، فهاجي اقول له اوبسيت 4 متر، واخد الكاميرا دي اعمل لها كوبي 400 مثلا، وتبقى دي كاميرا الميزانين. طبعا هنا الميزانين لازم نحط له كاميرا سكندري. هنحط له كاميرا سكندري ازاي؟ تعال نروح نجيب مثلا كاميرا IPE 300، كنترول سي كنترول في، وهاجي هنا احط واحدة هنا في السنتر لاين ده، وبعد كده اخدها كوبي اوديها في سنتر لاين العمود اللي هناك، تمام. طيب المسافة بينهم قد ايه؟ هتلاقي المسافة بين الكامرتين دول هما 6 متر، يبقى ممكن اقسمها كل 2 متر او كل حتى متر ونص، يبقى كوبي متر ونص، 3 متر، 4 متر ونص. يبقى كده خلاص قسمت الكاميرا السكندري كل متر ونص. خلصت كده الميزانين. فاضل لي هنا الكرين. الكرين برسمه ازاي؟ باجي اعمل براكت في العمود. البراكت ده بيبقى الدبس بتاعه حوالي برضو IPE 500، والعرض بتاعه بيبقى برضو في حدود مثلا نص متر، 40 سنتي، 30 سنتي، على حسب ما هنصمم الكرين جردر. فخلاص كده بقى عندي الكرين جردر. هيبقى في فوقيها بقى الكرين جردر نفسها، دي على حسب ما هنصممها. خلينا ناخدها مثلا HEB 450 مثلا، وقوم جاي هنا حاططها كده، وقوم جاي هنا عاملها موف، حاططها بالمنظر ده، واخد الكلام ده كله اعمل له ميرور الناحية التانية. طيب هيجي واحد يقول لي طب احنا كده حطينا الكرين على انهي ارتفاع؟ احنا مش عارفين. لما نيجي بقى ناخد اللود، ازاي نحسب اللود بتاع الكرين؟ هنلاقي ان في جداول للكرين تقول لي الارتفاع من كاميرا الكرين جردر لحد النقطة دي المفروض يبقى قد ايه، ومن تحت الكاميرا دي لحد الارض المفروض يبقى قد ايه. لما نيجي نبص في الجداول كده هلاقي ان المسافه اللي متاحه لي فوق حوالي متر وربع، فانا كده كويس يعني متر ونص اكتر منها، وتحت عندي دي 7 متر، هو طالب في الكرين ان هو محتاجه 8 متر، وكمان انا الكلير هايت بتاعي اللي كنت عايزه كنت عايز 8 متر،
فهاجي هنا ارفع ده كده، احاول اخليه يوصل لحد 8 متر. طيب ايه اللي حصل لما وصلت الكرين 8 متر؟ لقيت المسافة اللي فوق صغرت او بقت 700، فانا محتاج ارفع البورتال فريم. طب فيها مشكلة لو انا رفعت البورتال فريم ورفعت التراس كمان؟ لا، اصل هو قايل لي المينيمم 8 وانا كنت راسم 8، فممكن ازود عادي. فاجي هنا اقوم عامل كل ده كده ستريتش واطلعه فوق مثلا كمان نص متر، يبقى جبت ال 1200، يبقى انا كده ايه تمام بالنسبة لي. ادي 8 متر تحت وادي فوق 1200، يبقى الكريم بالنسبة لي تمام. وهنا الكلير هايت بتاعي 8 متر ونص، يبقى مفيش اي مشكلة. كده رسمت الفريم، فاضل ايه؟ فاضل احط البرلين. طب هرسم البرلين ازاي؟ تعال نروح نجيب يو بي ان. فين يو بي ان؟ مثلا 180، كنترول سي، ونروح هنا ونحط كنترول في. طيب عايز اخلي دي ماشية مع الخط، بنعمل لها اللاين، اختارها وادوس اي ال اللاين، واخد النقطة اللي ورا دي احطها هنا، واخد النقطة اللي قدام دي احطها هنا، هلاقيها حصل لها اللاين على الخط ده. اجي هنا نحط في النص كده، نمسح دي، وبعد كده اقول له موف، كنا عملناها 200. وبعد كده النقطة دي اخدها كوبي وهحاول احطها مع كل فيرتيكال. بعد كده هعمل ايه؟ هاخد الخط ده كده واعمل له كوبي وارفعه فوق هنا عشان يعبر عن الساق. واعمل ايه؟ اخد ده كده كله كوبي تاني واعمل له ميرور الناحية التانية. طيب بالنسبة لبقى الفريم، هاخد النقط بتاعة البرلين من تحت واعمل لها كوبي، واخد البرلين دي اعمل لها كوبي مع كل كده. انا خدت البرلين وحطيتها هنا كمان، هاخد البرلين اللي هنا دي اعمل لها موف 20 سنتي، ممكن تبقى 15 سنتي، 10 سنتي يعني مش شرط، واعمل كوبي اطلع دي فوق تبقى هي الكوريجيتد شيت، واخد كل ده كده هعمل له ميرور الناحية التانية. تمام، فاضل لي ايه؟ فاضل لي بقى التقفيله اللي على الجنب هنا واللي في النص هنا والتقفيله اللي بره هنا. التقفيله اللي على الجنب هنا، اول حاجه العمود احنا دايما بنقطعه مع نفس الميل، يعني هاجي هنا اعمل اكستند وامد ده كده على استقامته، وبعد كده اعمل ترم للعمود، يبقى العمود واقف ماشي مع نفس الميل. اجي اخد دي كوبي واوديها على سنتر لاين العمود هنا، فلو مديت دي كده على استقامتها الاقيها جايه مع البرل. بعد كده عندي الاند جيرت والسايد جيرت، فاجي اخد كوبي من البرلين واعمل لها اللاين على العمود، وبعد كده عايز اعملها متر ونص برضو الاتنين متر، فاحط واحده على وش العمود فوق كده، وبعد اعمل لها كوبي مثلا متر ونص، 2 متر، 3 متر، 4 متر ونص. كده حطيت 3 برلين، هسيب مثلا الحتة دي شباك عشان الميزانين، واعمل الحتة اللي تحت طوب، فهناخد العرض بتاعها 250 ملي، لو 25 سنتي يعني، والارتفاع بتاعها مثلا نقول ان احنا ناخد الميزانين وناخد من فوق كده متر ونص، فيبقى مثلا 5 متر ونص، فيبقى هي دي الحيطة بتاعتي. هاجي امسح
الاتنين دول، وبعد كده اجي اعمل كده هاتش سيلكت، اعمله طوب، ومثلا السكيل 300 بس، وخلي اللون بتاعه اللون ده. كده رسمت الحيطة الطوب. طبعا دي حاجة معماري، انت ممكن تغير، ممكن تحط شباك تحت هنا يعني براحتك. بعدين عايز اعمل شباك هنا، فياخد السايد جيرت دي اعمل لها ميرور كده، واوصل دي لحد الطوب تحت، وبعد كده اوصل من نص كده هنا، وبعد كده نرسم كده الشباك عبارة عن 3 خطوط. ده كده indication ان هنا في شباك. وبعد كده اوصل من هنا لحد فوق، ده كده الصاج بتاعي. عايزين بقى نقفل الحتة دي. عارفين الحتة دي بيبقى فيها دايما الرين جاتر. طب الرين جاتر بنعملها ازاي؟ مش لازم تعملها في اللاي اوت، هنبقى نعملها دلوقتي في الديتيلينج. خلينا نمد ده كده على استقامته وده على استقامته، فنعمل فيليت ونختار ده مع ده، يقفلوا كده مع بعض. والحتة اللي في النص هنا برضه هيبقى فيه رين جاتر، فخلينا نقفلها. طيب التقفيلة اللي هنا هي بالظبط نفس التقفيلة اللي هنا، فأنا هاخد مثلا ده كوبي كده وأعمل له ميرور، ألاقيه راح بره كده، وأقوم جاي هنا وأخده إيه كوبي أو موف، ومحرك الحيطة من هنا وأخدها هنا. كده بقى نفس التقفيلة بالظبط بتاعة الناحية التانية. برضو عايز تقلل الحيطة، عايز تغير فيها، ده حاجة معماري. هاجي أعمل هنا فيليت بين ده وده، المفروض نيجي برضو نقطع العمود هنا كده على نفس الميل، وياخد دي اعمل لها كوبي في سنتر لاين العمود. كده يعتبر انا خلصت الاليفيجن بتاعي. كده انا رسمت المين سيستم اللي موجود هنا عند اكسات كام. خلينا بقى نكتب كده تحتيه، ادي تكست سنجل لاين، ونكتب ايه مين سيستم ات اكسيس من 2 لحد 4. طب ليه من 2 لـ4؟ لان 1 و5 دول هيبقى فيهم انديجبل، فدول كده احنا رسمين من 2 لـ4 بس. خلينا نعمل لها سكيل كده، يبقى كده ده اول مين سيستم. طب المين سيستم اللي هنا بقى اللي هو عند الاكسات الصغيره، هو نفس المين سيستم بالظبط بس في الفريم بس. فكل اللي اعمله هاجي هاخد كوبي كده، بعد ما اخد كوبي اقوم ماسح التراس، وبعدين اخد تقفيلة الحيطة اللي هنا هعمل لها ميرور الناحية التانية، واقفل الصاج ده مع الصاج ده، واجي العمود اقطعه بنفس الميل. بس كده خلصت المين سيستم. يبقى ده مين سيستم من كام بقى؟ من اول 6 لحد 9. فيبقى ده من اول 6 لحد 9، عشان كده قلنا نعمل الاكسات الاول. طيب فاضل مين سيستم تاني. فاضل لي مين سيستم الاند جيبل اللي هنا والاند جيبل اللي هنا. طب ازاي نرسم اند جيبل؟ هياخد كوبي من الاليفيجن اللي انا رسمته، وابدا اضيف عليه اعمده الاند جيبل. فين الاند جيبل؟ اجي اخد خط من هنا اهو، واخد خط مع كل اند جيبل. يبقى دي كده اماكن الاند جيبل بتاعتي. في الاند جيبل بقى مش لازم نبين الكرين ولا الميزانين، خلينا نبين الاند جيبل بس اللي هو التغطية فقط. فهاجي هنا عند عمود الاند جيبل، عايز ارسم الاي بي اي دي، واخدها كوبي كده اطلعها فوق، وبعدين اخد الخط ده كوبي
عند النقطة دي وعند النقطة دي، يبقى كده ده عمود الاند جبل. اجي اقطعه مع الرافتر من تحت كده، خلاص رسمت الاند جبل. اخد ده اعمل له كوبي عند كل النقط بتاعته، نمسح بقى دي كده، نوصل هنا اكستند، واجي عند اللور كورد واقطع العمود كده. رسمت عمدان الاند جيبر. فاضل ايه؟ فاضل السايد جيرت او الاند جيرت. طب انا عندي فين هنا؟ عندي واحده هنا، اعمل ايه؟ هناخدهم من الاند جيرت، دايما بناخدها من السايد جيرت، بيبقوا ماشيين مع بعض لان المصنع كله حاجه واحده. فاجي هنا الخط اللي تحت ده بتاع الطوب، هاجي من تحت كده وامشي لحد هنا، وبعد كده خط كده، يبقى دي كده اول اند جيرت عندي. دي كده اول اند جيرت عندي، خلينا نعملها باللون الاخضر. بعد كده اخدها بقى اعمل لها كوبي فوق، مع كل اند جيرت اعمل كوبي، هنا واحده وهنا واحده وهنا واحدة، ومحتاج اعمل واحدة هنا للترس عشان التغطية اللي في النص هنا. يبقى انا كده خلصت الانديكيرت. فاضل ايه؟ فاضل الحيطة اللي تحت. هنرسم الحيطة اللي ازاي؟ هنيجي نرسم تحت ارك كده، وبعدين اقول له الارك ده عايز اعمل له هاتش، ونوع الهاتش بتاعه ارسم لي توب بالمنظر ده كده. اخد دي كده كوبي، طب ليه انا سبت دول؟ عشان دول هيبقوا بوابة، فانا ايه هعمل له كده عليهم اكس عشان يفهم ان دول بوابة، مش هيبني فيهم حيطة طوب. طيب ممكن ارتفاع البوابة هنا قد ايه؟ ارتفاع البوابة هنا 5 متر ونص. طب لو هو عايز ارتفاع البوابة يبقى بكامل الطول مثلا، هقوم جاي واخد الاتنين دول كده واعمل تريم، ويبقى ارتفاع البوابة بالكامل الطول كده. واجي الناحية التانية برضو اخد الخطين دول بتوع الاند جيبل واعمل تريم، واخلي البوابة بكامل ارتفاع المصنع. دي على حسب ما انت عايز يعني، على حسب ما هو مطلوب في المعماري. طيب كده خلصت، فاضل لي انهي اند جيبل؟ الاول الاند جيبل ده موجود فين؟ موجود عند اكس واحد. طب هل هو موجود عند اكس خمسة؟ لا، لان عند اكس خمسة انا عندي اند جيبل هنا، بس عندي هنا الحتة دي فاضية. اقول له ان دي عند اكس واحد، ونخلي دي مفرط. طيب دي كده عند اكس واحد. طب لو عايز اعمل بقى عند اكس خمسة، اخد كوبي منها اخلي دي اكس خمسة. قلنا عند اكس خمسة ده هيبان، بس اللي على اليمين ده هيبقى من سيستم عادي. فاجي اعمل ترم كده، اقطع كل سايد جير الاند جيرت وامسح دول، وفاضل ايه؟ ارجع الكرين تاني، اخد الكرين اعمل له كوبي من النقطة دي واحطه تاني في الفريم، عشان احنا كده في نص المين سيستم كده. يبقى انا رسمت الاكس اللي على الحرف هنا، والاكس اللي على الحرف هنا، ده هنا اند جيبل بس في النص هنا فاضي، ورسمت المين سيستم اللي في النص. وجيت تحت هنا رسمت المين سيستم اللي في النص، وفاضل ارسم اللي على الحرف. ارسمه ازاي؟ خد ده كوبي ونمسح اللي على الشمال، اخد ده كوبي كده انزله تحت، ونمسح الجزء بتاع التراس خالص. وبعدين اخد الحيطة اللي هنا اعمل لها ميرور للناحية التانية. ويبقى ده المين سيستم اللي موجود عند اكس كام؟ عند اكس 10. كده يعتبر خلاص انا رسمت كل المين سيستم اللي عندي. رسمت
اكسس. تعال نعدهم من الاول، ادي واحد من اتنين لاربعة، وادي خمسة ستة لتسعة، وادي 10. يبقى انا كده رسمت المين سيستم اللي عند كل الاجساد. بعد ما خلصت المين سيستم نعمل ايه؟ خد بقى الاجساد بتاعتك اعمل لها كوبي وابدأ احطها على المين سيستم. او ممكن تحطها من الاول يعني، وياخد دي كوبي احطها في كل السيستمز اللي عندي. طيب انا هنا مش محتاج دول ومش محتاج دول، وهنا ده مفيش اعمدة اند جيبل فمش محتاج دول، هنا نفس الكلام، هنا مفيش اعمدة اند جيبل يبقى مش محتاج دول، وهنا مفيش اعمدة اند جيبل يبقى مش محتاج دول. هنبدأ بقى بعد ما خلصنا الميد سيستم نبدأ نعمل في البريسنج. عندي كام اكس في بريسنج؟ عندي الاكس ده في فيرتيكال بريسنج، والاكس اللي هو اي ده في فيرتيكال بريسنج، والاكس اي في فيرتيكال بريسنج، وبعدين عندي ثلاث اكسات في نص التراس فيهم لونجيتودينال بريسنج. عشان ابدا ارسم الفيرتيكال بريسنج هاجي كده اعتبر ان ده الارض وارسمه مايل مع الميل بتاع البلاين كده، وبعد كده هبقى الف فياخد كده العمود ده واقول له كوبي عايز ارسمه هنا، فيبقى عندي خط فوق هنا وخط تحت. ده كده العمود بتاعي. نعمل بقى تريم للجزء ده، ومش عايز ده ومش عايز ده، خلاص كده ده العمود بتاعي. العمود ده بقى ارتفاعه قد ايه؟ قلنا ان احنا بنيجي ادي العمود اهو، وبعدين عندي كاميرا هنا بتاعت الميزانين، وعندي سترات مع اللور كورد وعندي سترات مع الابر كورد. طب تعالى ناخد المسافات، ادي المسافة ايه من هنا لحد السنتر لاين ده 3 متر 850، فاجي اقول له ده اوفست 3 850، وبعد كده المسافة من البيم لحد اللور كورد 4 متر 650، فاجي اقول له اوفست 4 650. بعد كده المسافة من اللور كورد للابر كورد هي 1749، يعني 1750، فاجي اوفست 1750، ويبقى كده ده ارتفاع البريسنج بتاعي. يبقى انا عايز العمود ارتفاعه لحد هنا بس، ومش عايز طول. وبعد كده اخد العمود ده واقول له كوبي واعمل كوبي عند كل اكس، وبعد كده دول. يبقى كده انا خلصت. عندي في فين فيرتيكال بريسنج؟ عندي فيرتيكال بريسنج في الباكيه دي وفي الباكيه دي، فاجي هنا ارسم فيرتيكال بريسنج كده. لو جيت رسمت الفيرتيكال بريسنج هتلاقي الزاويه دي مش حلوه قوي، فانا ممكن اعملها هنا في النص كده 8، ونفس الكلام هنا. وبعد كده هنا برضو ممكن 8، او ممكن حتى تعملها W اي حاجة. فيبقى ده شكل الفيرتيكال بريسنج هنا، وبعد كده هاخده اعمل له كوبي واحطه في الباكية الاخيرة. بعد ما احطه لازم اعمل انديكيشن ان في هوريزونتال بريسنج، فاخد كده الخطوط دي واحطها هنا، ده معناه ان في هوريزونتال بريسنج في الباكية دي. وبعد كده ممكن اخد الاجساد دي واعمل لها كوبي كده واحطها هنا، واعمل ترم من دول مش عايز كده. انا رسمت البريسنج اللي عند اكس اي، فاضل لي البريسنج اللي عند اكس اي، هو تقريبا نفس الكلام، في هنا بريسنج مشترك وفي هنا بريسنج للبورتال فريم، فاخد ده كوبي وبعدين امد خط الارض كده واقول العمود ده هيتكرر عند كل اكس. تمام كده قررت العمود. وعند هنا عند العمود اللي في النص ده الاسترات اللي فوق هيبقى مكمل بين الرافتر وبين الابر كورد ده، فالاسترات اللي فوق ده هيبقى مكمل لحد الاخر، ما عنديش فيه مشكلة.
بعدين عندي تحت في استرات عايز احط اللور كورد، وفي استرات عايز احط الكرينجر ده. لو بصيت هتلاقيهم قريبين جدا من بعض، فايه انا هحطه هنا واحد، وممكن في الديتيلنج بعد كده نبقى نظبطها، نشوف هنظبطها ازاي. وبعد كده عندي ارتفاع العمود هنا في المنطقة دي بقى 8 متر ونص، فهحاول احط له استرات في النص يبقى على ارتفاع 4 متر مثلا وربع كده، وبعد كده اعمل بريسنج واخد ده كده اعمل له كوبي اوديه هنا، واخد كوبي الباكيه بتاعه البريسنج دي اوديها عند اخر عمود عشان في هنا بريسنج كده. انا خلصت، بس هنا يعتبر عندي في الباكيتين دول انا يعتبر كده في نص المصنع، يعني البريسنج ده كده موجود في نص المصنع. في كتير من الاحيان بيبقى عادي ان احنا نعمل بريسنج كده يعني في نص المصنع، ده ارتفاع 4 متر، يعني لو في ناس عايزه تعدي هتعدي براحتها، او حتى يعدوا من الباكيتين الفاضيين دول. بس ساعات بيبقى في حاجات في المكن او كده او في الام اي بي، فما بيبقوش عايزين دول، فانا همسحهم كده، وهنبقى حاطين في الباكيتين دول بورتال بريسنج. نعمل ايه بعد كده؟ ناخد الاكسات دي نحطها هنا، وبعد كده نمسحها من هنا كده. يبقى انا كده خلصت ده، فاضل لي عند الاكس ده. عند الاكس ده هو تقريبا نفس الاكس ده، مع اختلاف ان انا مش هعمل بورتال بريسي. يبقى اخد ده كده اعمل له كوبي وارجع الفي دي، مش محتاج اعمل بورتال بريسنج. طيب هنا بقى عشان ابين البورتال فريم بتاعي، ابين ان في هنا بورتال فريم، هعمل ايه؟ المفروض العمود بتاعي اللي هنا بيبقى بقى بيبقى في عمود في اتجاه البريسنج، وفي عمود تاني عمودي عليه، هنبقى نشوف تفصيلتها بعدين. بس انا هنا عشان ابين البورتال بريسنج هاجي عند العمود ده كده وازود العرض بتاعه، والناحية التانية نفس الكلام ازود عرض العمود كده. ودي بقت عندي بيم، فالبيم دي تبان خطين برضو كده، واعمل لها هونش صغير هنا. كل ده هنبقى نصممه بعدين ونشوف هيترسم ازاي في الديتيلينج. يبقى انا كده رسمت ده انديكيشن اللي فيه هنا بورتال بريسنج. هاخد الكلام ده كده كوبي واحطه الناحية دي كده. يبقى انا عملت ال vertical bracing عند الاكس هنا، وفي الاكس اللي في النص، وفي الاكس اللي على الحرف هنا. فاضل مين؟ فاضل longitudinal bracing. طب longitudinal bracing ده عبارة عن ايه؟ عبارة، شايف الباكية اللي فوق دي؟ الباكية اللي فوق دي هو يعتبر هي نفس الباكية. انا عندي باكية هنا ادي vertical bracing، نسينا هنا واحنا بنرسم نحط ال bracing على المين سيستم. هنحطه ازاي؟ هاجي هنا احط خط هنا كده وخط هنا، ونفس الكلام هنا. وبعدين اعمل له داش لاين، هاخد ده واعمل ماتش واختار دول كده. عايز تحط ده فوق عادي براحتك، يعني احطه في اي حتة فوق التراس يعني عادي، هو ده انديكيشن مش اكتر. وبعد كده ناخد ده يبقى اعمل له كوبي بقى في كل الفيوهات، واجي هنا بقى مكان اللونجيتودينال بريسنج احط برضو ده indication عن مكان وجود ال longitudinal bracing. فاجي اعمل ده كده match، فاللي انا هعمله دلوقتي في ال longitudinal bracing ان انا هرسم السكشن بتاع ال longitudinal bracing اللي هنا واللي هنا، وده يعتبر زيه. فاعمل ايه؟ هتيجي تاخد الفيرتيكال بريسنج اللي انت رسمته عند الاكس ده، وهتعمل له كوبي
وبعدين تعمل ترم من عند الخط ده كده. خلاص كده بقى ده اللونجيتودينال بريسنج الاولاني هنا، بس ده مش لونجيتودينال، احنا عايزين نرسم اول واحد اللي هو هنا. طب ده ارتفاعه كام؟ ارتفاعه من النقطة دي لحد النقطة دي 2 متر و30. انا اللي انا رسمه ده ارتفاعه قد ايه؟ 1 متر 750. فناخد الجزء اللي تحت ده نعمل له ستريتش بقى 2 متر 30. طيب التاني ارتفاعه قد ايه؟ اللي في النص ده ارتفاعه هو يعتبر الاتش كابيتال اللي هو 2 متر ونص، فهقوم واخد ده كوبي وعايز اخلي دي 2 متر ونص، فاخد الجزء اللي تحت واعمل ستريتش 470 بقى 2 متر ونص. كده انا خلصت حاجات البريسنج، فاضل اكتب عليهم. تعال نكتب عليهم كده كوبي، هنبقى نلف دول في الاخر كده واحنا بنظبط اللوحة. نكتب هنا ايه؟ vertical bracing at axis، ده اللي كان عند الحرف الناحية التانية اي، وده vertical bracing عند الاكس اللي في النص اللي هو E، وده ال vertical bracing عند الاكسس اللي على الحرف اللي على الشمال ده اللي هو A، وده اسمه ايه؟ longitudinal bracing. وده كان موجود عند اكسين اللي هما بي ودي. وبعدين اخر واحد ده اللي كان موجود عند الاكس اللي في النص اللي هو سي، longitudinal bracing at axis C. يبقى كده رسمت البريسنج. فاضل لي ايه كده ممكن ارسمه تاني؟ فاضل لي البلان بتاع الميزانين عايز ارسمه، وفي ناس بيرسموا بلان للكرين يعني، بس ده حاجة اديشنال يعني، مش لان انا خلاص انا عارف ان مكان الكرين هنا فمش محتاج اعمل له بلان قوي يعني. طيب ازاي هعمل بلان للكرين؟ اجي اخد الباكية دي كده واعمل لها كوبي، وانا مش عايز البيرلينز دي خالص، وامسح البيرلينز اللي هنا كمان مش محتاجهم. المسافة دي قد ايه؟ انا محتاج 6 متر، دي 7 متر ونص، فانا هاخد كوبي من هنا على 6 متر وامسح دول خلاص. ممكن اسمي بقى الاكس بتاع اخر الميزانين ده اسميه A داش مثلا، A داش. وبعدين مش عايز العمدان دي خالص ولا عايز البريسنج. هيبقى عندي صف أعمدة هنا، نشيل ده كمان، هيبقى عندي صف أعمدة هنا وعندي صف أعمدة تاني موجود على بعد 6 متر هنا. بعدين مش عايز الرافترز دول كمان، أجي أرسم المين بيم بين العمودين دول. وبعد كده خدها كوبي على كل الأعمدة، وادي المسافة بين A و A داش، ادي 6 متر بتوعي. عايز اعمل كاميرا سكندري فهاجي هنا، ادي اول كاميرا سكندري واعمل لها كوبي، كنا عاملينها 1.5 متر يبقى هنا 1.5 متر، 3 متر، 4.5 متر. وبعد كده اجي هنا
اعمل كوبي لدول هنا واقطع السنتر لاين. تمام. طب انا كده خلصت الميزانين، بس الناس هتطلع الميزانين منين؟ انا كده قفلت كل الحتت، الناس هتطلع ازاي؟ فلازم اعمل سلم. انا مثلا هعمل السلم هنا عشان يبقى جنب الباب، اساس الناس تخش من هنا تلاقي السلم بتاع الميزانين في الباكيه دي. فانا هعمل مثلا في الباكيه دي، طب عندي الابعاد بتاعت الباكيه دي قد ايه؟ 7 متر في 6 متر. اكيد مش هاجي اخد الباكيه دي كلها اعملها سلم، فانا محتاج من 7 متر دول 3 متر، فاقوم جاي عامل كده اوفست 3 متر، ويبقى هو ده عرض السلم بتاعي. طب هعمله ازاي؟ انا عايز الناس تخش من الباب من هنا، من باب المصنع، يطلعوا اول قلبة، بعد كده يمشوا تاني قلبة، وبعد كده يوصلوا هنا. فاول سلم هيجي يطلعوا من هنا، يطلعوا كده، فعايزين نسيب قلبة هنا للناس تطلع عليها. هنعمل ايه؟ هنيجي نقسم كده من النص، هادي النص بتاع السلم قسمته نصين، وبعد كده هاجي اعتبر ان هو ده السلم بتاعي، على اساس الناس هتيجي تطلع كده، بعدين يلاقوا قلبة للسلم هنا، يطلعوا هنا يلاقوا القلبة دي بتاعت الميزانين في نفس منسوب الميزانين. طيب قلبة السلم دي هعملها ازاي؟ هاجي ارسم هنا كده، ادي كده السلم بتاعي. طبعا في فرق هنا، بنسيب فرق بين القلبتين، كل التفاصيل دي هناخدها واحنا بنعمل السلم ان شاء الله. وباجي هنا اعمل بسطة حوالي 1.20 متر، وبعد كده الجزء اللي تحت ده بيبقى السلم وانت طالع. بنبدأ نقسم اللاندنج، اللاندنج بتبقى 30 سنتي، والناحية التانية نفس الكلام. وامسح دي وامسح دي، خلاص كده يبقى انا عندي السلم، يبقى انا عندي السلم. الناس هتيجي كده تطلع هنا، فهم عامل له سهم كده، وبعدين تمشي على اللاندنج ده، وبعدين تطلع هنا كده، تبقى وصلت للميزانين بتاعي. طبعا تفاصيل السلم دي وازاي هشيله وازاي هنحط كاميرا في نص الدور هنبقى ناخدها بعدين، احنا بس بنعمل شكل مبدئي للاي اوت، السلم هيبقى مكانه فين. بس كده يعتبر كده احنا خلصنا معظم الحاجات بتاعت اللاي اوت، مش محتاجين. لو انت عايز ترسم حاجة للكرين بلان للكرين، بس ده مش لازم قوي. نبدأ بعد كده نكتب بقى ايه هنا، نكتب بلان، ساعات بنسميه ستيل فريم لاي اوت، او ممكن تكتب بلان عادي، او ساعات بنكتب روف بلان عادي، اي حاجة يعني. ونيجي هنا نكتب على ده كده ميزانين بلان. كده يعتبر خلصنا معظم الحاجات. فاضل ايه تاني؟ فاضل ان انا بقى ابدأ احط الدايمنشن، وابدا احط الليفلز عندي. الدايمنشن في اي حاجه هحط لها دايمنشن، اول حاجه بنعمل دايمنشن كده بين الاكسات، اجي هنا اقول له كونتينوس، بعد كده بنعمل دايمنشن على كل اكس لوحده، بعد كده بنبدأ نعمل دايمنشن لكل مصنع لوحده كده، وبعد كده بعمل دايمنشن كلية. طيب هتيجي هنا هتقول لي الدايمنشن الفونت بتاعه كبير قوي وده صغير، فانت ممكن تاخد دول بقى تكبرهم عشان اللوحة تبان احسن، فتاخد الدوائر دي تقعد تكبرها عشان يبقى الفونت بتاعها قريب من الدايمنشن. وبعد كده تعمل نفس الكلام رأسيا، وتعمل نفس الكلام تحت، تعمل في كل الاتجاهات بقى. هتيجي هنا تعمل لاين أول حاجة داخلي، وبعد كده تعمل واحد على الأرض كلها،
طيب بعد لما اعمل بقى الدايمنشن على البتاع كلها، هاجي هنا برضو اعمل دايمنشن كده المسافات بين البرلين دي والمسافات من تحت هنا قد ايه، وهنا برضو هتعمل المسافات كلها. بعد ما تعمل دايمنشن بنيجي هنا في الاليفيجن، بتحط دايمنشن هنا بس بين، هتيجي تحط دايمنشن كده، خلينا نصغر الفونت شوية، هاجي هنا اقول له التكست خليه 500 مثلا، وخلي دي 300 كده تمام، اعمل له كونتينيو واخد بقى المسافات اللي انا راصص عليها البرل. طيب لقيتها كبرت، صغر الفونت كمان شوية خليه 250 كده تمام. يبقى كده اخدت المسافات هنا، اخد المسافات اللي زي الناحية التانية. وبعد كده بقى بنحب نحط ليفلز. طب احط ليفل ازاي؟ بنيجي تحت هنا تخلينا نرسم علامة الليفل، هرسم كده خط مستقيم وبعد كده مثلث وبعدين خط كده لو بترسم تكلة فهتلاقي التكلة هو نفسه في علامة ليفل مش محتاج ترسمها يعني. بس كده ومحتاج اجيب فونت، واكتب هنا ده ليفل زيرو. وبعد كده اخد دي اعمل لها كوبي مثلا عند الميزانين واقول له ان ده الليفل بتاعه بلس 3.85. الليفلز بنكتبها متر عكس الدايمنشن يعني، واخد الليفل احطه فوق هنا خالص ونشوف المسافة دي قد ايه، 10 متر 250 يبقى 10، يبقى كده حطينا الليفلز هنا. اجي اعمل نفس الكلام بالظبط بالنسبة للبريسنج، هاخد الاول البريسنج دول كلهم كده اعمل لهم روتيت واخليهم رأسي عشان يبقوا مع عدلة باقي الحاجات، واخد الليفلز ابدأ احطها هناك. هادي اخر العمود وادي 00. دي بدل ما تفضل اوبجكت وبتتحرك معاك انت ممكن تخليها بلوك وتستخدمه، ممكن تعمل بلوك باي طريقة، بس اسهل طريقة ان انت تدوس كنترول وشيفت بعد ما تختارها يعني، بعد ما تختار العلامة دي تدوس كنترول وشيفت وسي، بعد كده تختار اي نقطة فيها. انا مثلا هختار النقطة اللي تحت دي وهاجي في اي حتة تانية وادوس كنترول شيفت في، امسح دي خلاص. لو بصيت كده هتلاقي دي خلاص بقت كلها بلوك حتة واحدة، استخدمها بقى براحتك. وبعد كده لو عايز تعدل فيهم هتبقى تعدل في البلوك كل مرة واحدة. ميزة ان انا عملت النقطة تحت اللي انا ممكن اسحب من عند النقطة اللي تحت على طول احطها مكان ما انا عايز. فتبدأ تحط بقى الليفل هنا بكام، وبعد كده تحط الليفل هنا وتحط الليفل هنا. طيب الليفل ده قد ايه؟ 3850 وده 8 متر ونص، يبقى ده كده زائد 8.5 وده زائد 3.85. امسك بقى الليفلز دي حطها الناحية التانية، فنعمل كده ونعمل ميرور وديها الناحية التانية، وبعد كده ابدأ اعملها على كل الفريمات.
بعد ما تخلص تعالى كده على دول، تظبط برضو الاورينتيشن بتاعهم، تعالى كده على الاجساد دي، خلينا نظبط كده عشان هما ملفوفين. روتيشن زيرو، وخلينا نحطهم هنا. خلينا نمسح دول، يبقى كده حطينا الأجساد. ممكن تيجي هنا تعمل برضو ايه دايمنشن كده، برضو تكبر الأجساد شوية عشان تبقى قريبة من الدايمنشن، أو تصغر الدايمنشن شوية. انت هنا ممكن تكبر دي وتكبر بتاعة الليفلز شوية عشان يبقى كله مناسب لبعضه. بعد كده نيجي بقى لتقسيمة اللوحة، فنيجي نعمل مربع بمقاس الاي نود، فانا هنا عشان اديله الابعاد هتلاقي في تحت مكتوب دايمنشن، فدوس دي سبيس واكتب له الابعاد 1189 سبيس 841 سبيس. رسم لي اي نود بس صغيره، اعمل لها سكيل اضرب في 100، بعد كده اضرب في 2 مثلا، يبقى ده مقاس اللوحه بتاعي. فاجي هنا اخد البلان احطه، وبعد كده ارص الاليفيجن بالترتيب. ادي المين سيستم عندي اكس واحد، بعد كده من 2 لـ4، بعد كده 5، بعد كده من 6 لـ9، وبعد كده اكس 10. هل اسيبهم بالمنظر ده؟ لا، احسن حاجه كده ان انت تيجي تاخد من عند الاكس ده كده خط، وتظبط كل الفريمات عليه. عشان يبقى نفس الاكس كده ماشي في كل الفيوهات نفس الاكس. هتقول لي دول خدوا مكان، ممكن ناخد دول كده ممكن ناخد دول نوديهم هنا كده، وناخد الأرض دي كده، فنرفع المين سيستم ده لفوق، ونرفع المين سيستم ده لفوق. بعد كده ناخد البريسنج برضو بالترتيب، هما متظبطين هما على نفس الاكس. وادي اللونجيتودينال بريسنج، وادي الميزانيين بلان. بعد كده ده التمبلت ده بتلاقيه غالبا في الجامعة بتاعتك، بيبقى فيه تمبلت معين، وبتلاقي في جنب التمبلت هنا في زي بوكس كده عشان تكتب فيه النوتس، وتكتب فيه اسم المشروع وهكذا. بس فانت هتبدأ تظبط الحاجة بتاعتك في الجزء الفاضي. وبعد كده عايزين بقى نبدأ نشوف لو انا عايز اعرف الحاجات دي هتبان في الطباعة ولا لا، ممكن تدوس كنترول بي وتيجي هنا تقول له عايز اعمل بي دي اف والمقاس بتاعي اي نود، وبعد كده عايز ويندوز وعايز دي الويندوز بتاعتي، وهنا نخليه سكيل 1 لـ200، وسنتر تو بلوت،
هو هنا الفريم مش ظابط شوية، هيظبط الفريم بتاعك يعني، هتلاقي المقاس بتاعه مظبوط. بس تعالى بص كده، كل حاجة واضحة معانا ما عدا الليفلز، هتلاقيها شوية صغيرة، فأنا محتاج أكبر الليفلز شوية. وهنا برضو الدايمنشن الصغيرة دي مش هتبان، فأنا محتاج أكبرها شوية، لكن الباقي كله واضح مفهوش أي مشكلة. الهاتشنج واضح، الهاتشنج ده محتاج يكبر شوية بتاع الحيطة. وبكده تبقى انت ايه، عرفت ايه اللي هيظهر معاك في الطباعة وايه اللي هيبقى فيه مشكلة. بكده نكون خلصنا اللاي اوت بتفاصيلها. هبقى اسيب لكم الرسمة دي في الديسكريبشن، ممكن تستخدم منها اي حاجة تنفعك براحتك. وهبقى سايب لكم برضو الرسمة اللي فيها القطاعات دي، ممكن تاخد منها براحتك يعني. ان شاء الله بقى المرة الجاية هنبدأ ناخد اللود كالكوليشن، ازاي احسب اللودز. عندي كام نوع هنا من اللود؟ 4. عايز احسب اللود اللي على التراس، وعايز احسب اللود اللي على الفريم، وعايز احسب الكرين لود، وعايز احسب الميزانين لود.